اليوم اي نعم اللي جاه تبرع اللي تبرع لها جمهوره له 100 نقطه مع كل تبرع لو قرناها من هنا واللي سلام. متصل على 100 نقطه اسلم يا ابو عبد الله وين وقفنا؟ وقفنا عند المثل مثل عمل خافي كيف انه يثبتك. لو جبنا خشبتين طوال 5 متر الخمسة متر هذه غرسنا منها متر والثانية غرسنا منها 3 متر كم باقي فوق؟ وهذا كم باقي فوق؟ مترين. أيهم أقوى تقعد فترة طويلة توقف فوق الأرض؟ مترين أم مترين؟ ليش يدك ما توقف؟ ليش؟ لأن هذه ما غرس في الأرض قليل الخفي قليل تطيح لكن هذا الخفي كثير ما تطيح. فإذا كان عملك أنت الخفي كثير ما تطيح. إذا كان عملك خفي كثير ما تطيح. إذا كان عملك خفي قليل يمكن تطيح بعد فترة. أيوة فدائما كثر من أعمال خفية ترى هذا أخر لك مهما فعلت اعمل خفي. أي عمل خفي؟ الذكر لله جل وعلا، الصدقة، الصلاة، بر الوالدين، الأخلاق الحسنة الجميلة، مساعة الآخرين، لا يدري عنك أحد. إنه تروح الحين بالطريق ماشي وراجع بأي منطقة لأي مكان خذ حط في راسك إنك تبي تساعد كل من تلقاه. خلها خبيئة بينك وبينه. ما حد يدري عنك. تمشي بالطريق وخل عندك نية إنك تساعد أي واحد. تفقف وتساعد فلان وتساعد هذا وتعطي هذا وتعين هذا وتمشي. شيء بينك وبين الله. بينك وبين الله، أي نعم. دائما ذيك العلماء ايش يقولوا؟ يقول وانت اول ما تقوم الصباح وش نيتك اول ما تقوم الصباح؟ انك تنوي الخير، تنوي اي عمل صالح. تسلم. يا سلام يا سلام. انوي اي عمل صالح. ليش؟ حتى لو ما عملته ترك انت ماجور عليه، ترك انت ماجور عليه. في الحديث الصحيح في البخاري من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه. فش فضل الله عليك؟ من هم بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات. لما تقوم الصباح خل همك إنك تفعل الخير. بعض العلماء ايش يقولون؟ يقولون هذا الحديث يدعوك إلى أنك إذا يعني استيقظت من الصباح لا يكون همك شر، خل همك خير. ليش؟ ترى تجر عليه حتى لو ما سويته. والله أنا اليوم مثلا والله ودي أساعد فلان، أتصدق، أدعو إلى هذا التبرع، خير. لو ما فعلته وما جاك فرصة في القناة ترى تؤجر على النية الصادقة اللي في قلبك. لا تفوت الفرصة هذه عليك. ما تبي جهد ولا تبي تربي عمل ولا تبي كلام، في قلبك بس وتؤجر. تراك تؤجر لأنك أنت هممت، أنت أردت بس ما حصلك فرصة. النية نويت النية فتؤجر عليها. فاجعلوا نياتكم خير. الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول له والده الإمام أحمد يوصيه قال يا بني انوي الخير فإنك على خير ما نويت الخير. ترك على خير أنت ما نويت الخير. الأمر الثاني العلماء قالوا أنك إذا نويت الخير دائما في حياتك ترى هذا يعودك على الأعمال الصالحة، الأعمال الزينة، الأعمال الطيبة، ترى يعودك تتعود من يوم تصبح أنت همك العمل الخير الصالح. فخلاص تعود ترتاح من يوم تقوم الصبح خليتك العمل صالح. طيب وش أسوي؟ وش أعمل؟ أنا ما أقول أعمل، أنا أقول اجعل نيتك أنك تعمل كذا 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 كذا، إني أصلي، إني أذكر الله، إني أقرأ قرآن، إني أفعل كذا، إني أفعل كذا. حتى لو أنك قصرت في الصلاة أو قصرت في 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 قراءة القرآن أو في الذكر ترى نيتك صادقة أنت لكن ما حصل لك. فنقول هنا مهم جدا أن نستعين بالله جل وعلا، والأعمال الخفية ترى لها أثر على النفس. يا سلام. مع الزمن تشوف نفسك أنك ما شاء الله تحب الأعمال الخفية. بعض السلف ماتوا ما عرفوا أنهم يعملون أعمال خفية إلا يوم ماتوا. لهم أعمال خفية. أنا أعرف واحد مات من طلبة العلم يا اخوان، ما كنا نعرف نجلس معه ونعرفه، ما كنا نعرف عنده عمل. هل تصدقون انه كافل 2000 عائلة؟
الفين ولا أحد يدري عنه، ما يدري عنه أحد أبدا. تخيل 2000 عائلة يوم ما تسأل وينه وفلان شو عندكم، والله هذا كافلنا له أكثر من 10 سنوات، كافلنا يعطينا الله يجمع لنا سم. ايه كذا يعني ان شاء الله فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ لا هو شوف اظهار الصدقه كما قال جل وعلا ان تبدوا الصدقات يعني للعبره يعني فنعم ما هي، تحثهم على الخير على الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني فوق المنبر وحث على الصدقه، صدق حث على الصدقه. لا بذكر مثلا موقف لي حصل. اي بجيك بعطيك الاجابه. حث على الصدقه من بدا بالعمل عبد الرحمن بن عوف، جاب رداءه فسخ رداءه وحطه قدام الناس وحط فيه، هو حط فيه فلوس، فجوا الناس اللي يحط طعام واللي يحط دراهم واللي يحط كذا، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ايش سوى؟ تهلل وجهه. وايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فشوف عبد الرحمن بن عوف سن سنه حسنه انه حث الناس على الصدقه، فاذا كان كلامك في القناه حث للناس على الصدقة لأجل صدقة ترى هذا أجر، لكن ما هو بقصدك في قلبك أنك تقول يا ناس ترى أنا صدقت، لا يا ناس صدقوا يا ناس وهذه من عندي كذا مثلا. طيبة إيه طيبة أنك قصدك تحث الناس حتى لو المبلغ قليل، يعني قدام الناس حط 50 ريال، لكن بينك وبين الله جل وعلا حط كم؟ 200 300 500 اللي تبغى، بس هذا قدام الناس لأجل حث الناس على الصدقة. إي نعم ترى ما فيها شيء، إن تبدوا صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهو خير لكم، لكن حث الناس مثلا عندي مثلا والله أنا قاعد بين عيالي أو بين قرابتي يا ناس صدقوا يا ناس كذا يا ناس كذا وشفتهم ماشي، يعني ما هم جازمين على الصدقة، ما يجزموا عليه الصدقة، ايش تسوي أنت؟ تقول ها وهذه من عندي يا أخوان 100 ريال، يجي واحد يقول هذه وهذا يقول 500 وهذا 400، تجمع من اللي بدأ أنت؟ انت ما قصدك انك تشهر للناس اني انا ترصد، لا عادي وتاخذ خير اللي كلهم. نعم ولا شك ولا شك في ذلك، فنقول استعينوا بالله في هذه الاعمال خاصه بالصدقه. الله يجزاك خير في الاعمال الصالحه والخفيه بالذات. والله مرحبا اخت هلا. يا هلا مرحبا. الو السلام عليكم اخت. الو عليكم السلام. هلا حياك الله. انت كلمه الصدقه تفضلي. الصدقة تبقى تبرر وما نقص مال من الصدقة تصدق بما تجود به أنفسكم. يا سلام عليك يا سلام عليك، بيض الله وجهك. عندك 100 نقطة يا هلا، حابة تهديها من؟ أعطيها لشخصين، مشرف وحسين الصيعري. مشرف وحسين الصيعري يستاهلون، يعطيك العافية. ما شاء الله. أنا هنا عندي بعض الرسائل من الأخت تقول أنا ترفة من سكان بيشة وتقول ودي أوصل لكم رسالتي وحادثة صارت معي في مرة من المرات، صارت لعائلتي حادث سيارة وسبحان الله كانوا مسافرين البيشة، تقول أنا وأخوي يقينا بقينا بالرياض وفي رمشة عين أبوي انقلبت السيارة في 6 قلبات وسبحان الله بعد الله والصدقة بالنية أن الله يشفيهم الحين بخير، وننصح كل اللي في فيهم الخير بالتبرع بالصدقة فضلها عظيم. وكذلك عندنا هنا رسالة من أول شيء فرحتنا يا أبو عبد العزيز تقفيل حالة حصة المريضة فشل كلوي، وأسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية يجعلكم من أهل الخير يا أبو عبد العزيز. وثاني شيء كان تعطي نقاطها لفؤاد عبد الله وقل له من راكان اللي مريض فشل كلوي وتبرع له أبوه يستاهل. الله أكبر. راكان من؟ طيب مرحبا يا لميا. يا أهلا أهلا، أنت معنا على الهواء، مش حابة تشاركينا في فقرة جود يا لميا؟ حابة أقدم فضل الصدقة. يا سلام نسمعك. للصدقة بشكل عام فضل كبير على المتصدق. يا سلام. حيث أن الصدقة تزيد وتبارك في المال.
صحيح، بيض الله وجهك. وش حابه تهدين نقاطك 100 نقطة لمن؟ لحسين الصيعري. يستاهل حسين الصيعري ما شاء الله. هنا أختكم لطيفة المري تقول فضل الصدقة عظيم وفيه بركة للمال وصحة للبدن وصلاح الذرية وتوفيق للأبناء والبنات وتدفع البلاء. أسأل الله العظيم أن يشفي كل مريض ويشفيني من السرطان. دعواتكم لي. الله يشفيه وعافيه. طبعا تقول نقاط إلى محمد جامع، جزاكم الله خير، يستاهل أبو جامع. اللهم امين. اللهم موقف اثرني اكثر من ذا، اسمها لطيفه على سميه امي الله يرحمها سكنها الجنه. الله يغفر لها ويرحمها، الله يجزاها خير، يشفيها ويعافيها، يكتب اجرها ويوفقها ان شاء الله. اللهم امين. لبيه. تقول الصدقه تدفع البلاء، هذا واحد من الخوال يجعلها الجنه في تربه. اسلم. وكان يرسل السلات هذه حقت الرمضانيه ومقبلين على رمضان. المهم انه يوم قام قبل ما يجي عاد برمضان يومين ثلاثة ايام يكلمنا يبي يجي الرياض يصوم عندنا اول يوم. يا سلام. ورده رده طال عمرك موتر شاري جديد ولا كانت متواجده الكفره ذي في تربه. المهم ردته قال عجل بصوم رمضان الاول وبجيكم. يوم جاء ليله رمضان هو يكلم واحد من خوالي اليوم الثاني الصباح قال انا بجيك طال عمرك بفطر عندك. يوم عاد اصبح الصبح وصلى العصر في المسجد عود للبيت. هو توفى طال عمرك في بيت الحالة ومتشاهد ورافع السبابتي. الله اكبر. الله الله. وعاد يوم انه دفناه وعاد يعلمونا طلع 180 منها وحول السلات الرمضانيه. لا اله. وطلعوا ناس واجد طال عمرك يتكلمون يقول فقدناه عقب فتره يتنشدون منه. كان يجيهم للبيوت ويعطيهم عاد صدقة ويعطيهم زكاة ويعطيهم وتحلموا في حلم طيب. فهذه أثار الصدقة. الله أكبر. الله يجزاك خير يبارك. اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل متصدق خير الجزاء وأن يريه فضلها ويريه إحسانه في الدنيا قبل الآخرة. طبعا هنا عندي الرسائل ما شاء الله انهلت، وناخذ رسالة قال صلى الله عليه وسلم من أم شموخ: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كان تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. رواه مسلم والنقاط لمتعب بن رقعان. استاهل. هنا سهام المغربي تقول نحن جمهور محسن السبيعي من ليبيا، وتقول كيف نتبرع لمريض السرطان وتهدي 100 نقطة لمحسن. وهنا أم نواف تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفي كل مريض وجزاكم الله كل خير على جهودكم، وهذه 100 نقطة للصلف، يستاهل الصلف. وهنا الأخت فوفو القحطاني تقول بتصدق وأهدي النقاط لريان، 100 نقطة الريان تصدقت بالإيصال ب50 ريال. أي نعم. لا هذه الريان. وهنا السلام عليكم وصل رسالتي لزياد بن شري، أنت مبدع ونجم ونتمنى لك النجاح، والله الله في الصلاة يا نجم. ومئة نقطة. وهنا فؤاد عبد الله استمر ونحن معك والله يوفقك، ومئة نقطة. وعطنا الاتصال. أسلم أسلم. ألو مرحبا. أهلين. هلا وسهلا حياكم الله، صوتكم مسموع، وش حابين تشاركونا؟ أول شيء أحس نفسي وأحس الناس على الصدقة. يا سلام. لأن أجرها عظيم. أنا براتب نية متعب والد الله يرحمه 2 ريال. جزاك الله خير. واحد من النقاط للمتعب. يستاهل متعب، يستاهل متعب. الله يكتب أجرك يرحم والديك يا رب. هنا مشاركة أخونا فراج أبو ظهير يقول بقول قصة أنا عشتها واقعيا. أخوي من المرضى اللي قد مروا
بهالحالة، حالة الفشل الكلوي، وأنا كنت مرافق معه في المستشفى واستمر معه طول هالسنين بالغسيل، وهو في المستشفى بنفسه يتبرع ويتصدق ويطلب الله بتخفيف الألم، واللهم لك الحمد أن العملية حصلت ونجحت والحين في أحسن حال. فلذلك فضل الصدقة عظيم، فاليوم تعطي وغدا ستأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده في الآخرة أمامك. تصدقوا بما تجود به أنفسكم، فالصدقة قد تفتح رزقا كان معلقا، أو تشفي مريضا، أو تزيح هما، أو تمسح إثما. فتصدقوا والله يجزاكم خير. ويهدي نقاطه إلى أخونا علي مناحي. الله يسعدكم ويبارك فيكم. ودنا ناخذ من حسين الصيعري، وش مشاعرك لما سمعت بخبر إقفال فاتورة الأخت حصة؟ والله مشاعر لا توصف. أتمنى إن شاء الله الحين قبل كل الحالة بإذن الله. موجودة هو اللي بدي إن شاء الله. يا سلام. الله خير وكتب الموزين حسنات. يا سلام. تجارة لك في الآخر. من التجارة في الدنيا هذه تجارة في الآخر. بيض الله وجهك. هنا الأخت ناخذ اتصال من عندنا. مرحبا، حياكم الله، صوتكم مسموع، انتم على الهواء. شنو؟ انتم على الهواء، وش حابين تشاركونا على الهواء؟ اقول تفضلوا تكلموا. نقاط ايوه لمن؟ فؤاد عبد الله. يستاهل فؤاد عبد الله، حياكم الله. هنا في رسالة، أن طبعا يا سلام عليك، أشكر. السلام عليكم الأخت صمت. اتصال معنا من الأخت صمت، أنتم على الهواء، وش حابين تقولون؟ مرحبا الأخت صمت. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول تبرعوا، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، والله أنتم في نعمة ومحظوظين بهذه الجمعية، والله حنا ودنا نتبرع بس ما نقدر نتبرع بما تجود به أنفسكم، الله يتقبل منا ومنكم، وتكون سبب في إسعاد غيرك، فلكم التوفيق. عطنا اتصال يا غالي، اتصال تفضل. ألو، السلام عليكم. هلا حياك الله. أنت صوتك معنا في فقرة جود، وش حاب تقول يا غالي؟ حاب تقول تفضل. إي نعم. يا سلام. يستاهل علي مناحي. هنا في اتصال. إي نعم. علي والثاني من؟ متعب رقعان. يستاهل متعب. مرحبا صمت، حابة تشارك معنا، صوتك معنا على الهواء. الصمت ظاهر عندهم تعثر في الشبكة. مرحبا، عليكم السلام يا صمت. طيب صمت، وش حابة تقولين أنت الآن؟ صوتك مسموع عبر الفقرة، شاركينا في فقرة جود. عندي نصيحة لفهد القحطاني. نصيحة لفهد القحطاني. اي نعم. يستاهل فهد. عندك 100 نقطة تهدينها من؟ أول شيء أحب أقول لفهد يتواجد على البث. يتواجد على البث يا فهد. إيه، هو منه شاعر يكثر من القصايد. كثر من القصايد يا فهد. إيه، طلع صوته زين، دام دشنا للمشرف، طبعا نبغى يدشن بصوته بإذن الله. بيأتيكم إن شاء الله بقوة فهد بإذن الله. كذا يا فهد، نشكر اتصالكم. عندكم 100 نقطة تعطونها من؟ لا، 100 نقطة حق. يستاهل فهد، يستاهل فهد، يعطيكم العافية. وهنا كذلك عن مشرف، سلمنا على مشرف
وقل له لا يغيب عن البث جمهورك من الكويت يا مشرف، ومئة نقطة المشرف. وكذلك هنا الأخت مشاعل تقول من والدتي عن نية مبارك الوالدة أم فيصل العتيبي تبرعت بمئة ريال الله وتهدي مئة نقطة لمبارك الصل مبارك تلخبطت الأسماء ما شاء الله جزاهم الله خير على هذا الاتصال وعلى التفاعل من الجمهور. الله أبو عبد الله، أنا عندي قصة وحديث. تفضل. الله يحفظكم. عندي حديث رواه الإمام أحمد. يا سلام. يقول أن